لمناقشة إذن ملف تداعيات استمرار القتال في السودان معنا هاتفيا من إسطنبول الوزير السوداني السابق دكتور خليل عبد الله محمد علي. مرحبا بكم دكتور خليل. إذن يعني هناك اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم وصفت بالأعنف، لماذا عاد طرف النزاع مجددا إلى وتيرة التصعيد العسكري بعد الهدوء النسبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا يعني أنا شاكر لقناة التاسعة لإتاحتها لنا هذه الفرصة، قناة الرافدين حياكم الله أستاذ. ما يدور في السودان. أولا أنا أرفض المصطلح الذي يقول بطرفي النزاع في السودان، إنما هناك قوة متمردة وليس طرفا النزاع، إنما هناك قوة متمردة تمردت على القوات المسلحة التي هي بالقانون تتبع لها، وتعمل القوات المسلحة على حسم هذا التمرد حسما نهائيا إن شاء الله. وقد خطط في هذا الاتجاه خطوات كثيرة ومتقدمة، وتعمل القوات المسلحة بخطة واضحة ومركزة للقضاء على ما تبقى من هذه القوات المتمردة. ما حصل اليوم في الخرطوم أن هذه القوات، قوات ما يسمى بالدعم السريع المتمردة، يعني حاولوا أن يجمعوا عدد كبير من قواتهم المشتتة في أماكن متفرقة من الخرطوم، وقرروا أن يهجموا على مجمع يسمى مجمع الرموك، وهو مجمع للتصنيع الحربي في السودان، وهي منطقة كبيرة تحتوي على مصانع للتصنيع الحربي، وتحتوي على مستودعات كبيرة، وتحتوي كذلك على مستودعات للوقود كبيرة. يعني حاولوا أن يقتحموا هذا الموقع، ولكن تصدت لهم القوات المسلحة وكبدتهم خسائر كبيرة جدا في الأرواح والعتاد، وفر جزء كبير من هذه القوات واستسلم جزء منها. وحقيقة استطاعوا أن يصيبوا أحد المستودعات، مستودع للبنزين، وتعمل الآن القوات المسلحة والفنيون المختصون على إطفاء الحريق الذي شبه بسبب هذه الإصابة من هذه القوات المتمردة. ولكن أنا أؤكد، ومعلوماتي من مصادر داخل الاشتباكات هذه، أن القوات المسلحة استطاعت أن تصد هذا الهجوم وأن تقضي على القوة المهاجمة تماما. يعني هذا يدل على أن قوات الدعم السريع المتمردة الآن يعني تحاول أن تحدث دوي بمهاجمة هذا الموقع. طيب. لكسب الإعلامي فقط يعني. وهي تعلم أن الموقع هو حصين ولا يمكن أن تسيطر عليه هي. ما رأيك يا دكتور خليل بما أكدته واشنطن، أنها يعني أكدت التزامها مع الرياض في محادثات جدة، وأنها تضغط من أجل التوصل إلى اتفاق. ما الأدوات التي تملكها الولايات المتحدة للضغط في هذا الموضوع؟ لا، أنا أقول يعني حقيقة المحاولات للوصول إلى اتفاق في جدة، أنا أعتقد أن كان ينبغي على القوات المسلحة لا تقبل بهذه المحادثات مبدأ. ولنا فيما حدث في إثيوبيا في الشهور القليلة الماضية عبرة ومثال، يعني إذا رفضت الحكومة الإثيوبية أي تدخل في تمرد التجراي، واستطاعت أن تحسم هذا التمرد عسكريا، وانتهى تماما هذا التمرد، بالرغم من أنه في يوم من الأيام تمدد واستولى على أغلب الأراضي الإثيوبية وكاد أن يستولي على العاصمة. ولكن يعني حقيقة الجيش الإثيوبي استطاع أن يقضي على هذا التمرد قضاء مبرما، ورفض أي تدخل. يعني حتى الاتحاد الإفريقي الذي يقيم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، رفض أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي تدخل الاتحاد الإفريقي أو أي جهة أخرى خارجية في النزاع الذي حدث أو التمرد الذي حدث لهم. وأنا أقول التمرد الذي حدث في إثيوبيا هو تمرد حقيقي كبير،
وهو تمرد ليس لقوة تابعة للقوات المسلحة الإثيوبية، إنما هو تمرد قبيلة وقوة سياسية كبيرة وكذا. إنما التمرد الذي حدث في السودان هي هذه قوة عسكرية يعني تتبع للقوات المسلحة، هذا تمرد، ونرفض تماما أن يسمى طرف نزاع، إنما هو تمرد وينبغي حسمه من طرف القوات المسلحة. والقوات المسلحة يقف معها الشعب السوداني كافة حقيقة، وقفة لم يسبق لها مثيل مطلقا يعني. نعم. السودانيون الموجودون داخل السودان وفي الولايات، والموجودون خارج السودان في شتى أنحاء العالم، يعني أغلبية ساحقة جدا منهم تتجاوز 95% يقفون الآن مع القوات المسلحة، ما عدا قلة قليلة من العملاء الذين يتعاملون مع قوى خارجية وينفذوا أجندة هي ضد مصلحة الشعب السوداني، هم الذين يقفون مع هذه القوات المتمردة. دكتور خليل، إلى أين تتجه الأزمة الإنسانية في ولاية غرب دارفور بعد إعلان السلطات الصحية وفاة جميع مرضى غسل الكلى في مدينة الجنينة؟ هل يمكن إيقاف هذه الكارثة الإنسانية أو الحد منها؟ ولا شوف يعني هذه كلها طبعا من الآثار التي ترتبت على هذا التمرد الذي حدث يعني. نعم. وحقيقة يعني قطع الإمدادات، انقطاع الإمدادات فيما يتعلق بالمرضى الأمراض المزمنة مثل أمراض الكلى وخلافه، يعني أمراض القلب وخلافه، تأثر الناس تأثر شديد جدا. وقوات القوات المتمردة في الخرطوم للأسف الشديد يعني احتلت عدد كبير جدا من المستشفيات، وعطلت المنظومة الصحية بدرجة كبيرة جدا في الخرطوم، ونفس الشيء الآن يتكرر في الجنينة طبعا. والأثر الكبير الذي أحدثه هذا التمرد على المنظومة الصحية في البلاد أثر طبعا على الولايات، والأثر كان أكبر في الجنينة لأن الجنينة أيضا تشهد تمردا هناك يعني. أخيرا، هل هناك أجندات خارجية تؤثر في احتدام الصراع داخل السودان؟ والله الأجندات الخارجية كانت حقيقة واضحة للعيان يعني. وهذا المتمرد حميتي عندما كان يقال عنه نائب لرئيس مجلس السيادة وقائد لقوات الدعم السريع، وكان موجود في المشهد السياسي بكثافة شديدة، وكان مؤيدا لما يسمى بالاتفاق الإطاري، قال بالحلف الواحد، والكلام هذا مسجل ومسموع حقيقة يعني، وموجود لو فتشت في اليوتيوب ولا في يعني وسائل التواصل الاجتماعي تجده، تحدث عن أننا وقعنا على الاتفاق الإطاري ورجلنا على رقابنا. هذا حقيقة مثل سوداني معروف، إنه الذي يعني يفعل شيئا مجبرا يقول رجلي على رقبتي، أنا فعلت ذلك يعني. وقال بالحرف الواحد إذا قلنا إننا يعني لسنا متأثرين بالسفارات الأجنبية، وإذا قلنا إننا لسنا مجبرين على توقيع الاتفاق الإطاري نكون قد كذبنا. هذا كلام حقيقة قاله على الهواء في مناسبة من المناسبات ومشهود يعني. واعترفت القوى السياسية التي تؤيده بما يسمى بقوى الحرية والتغيير، اعترفوا كذلك بأنهم يستعينون بالسفارات، وحقيقة كانوا يجتمعوا بالسفراء علنا في بيوتهم وفي مكاتبهم وفي كل مكان يجتمعوا بالسفراء الأجانب علنا يعني. وحقيقة استبيحت البلاد واستبيحت سيادتها بدرجة لم يسبق لها مثيل مطلقا في السودان يعني. إذن من اسطنبول وزير السودان السابق دكتور خليل عبد الله محمد علي، شكرا جزيلا لك.